الرسالة اليوم من خلال الوقفة هذه إنه اليوم أطفالنا مش قادرين يعني في ظل بداية العطلة الصيفية لهم بده يطلع يرفع عن نفسه. أنا اليوم مش قادر أوفر له غذائه، اليوم في حرمان 200 ألف فرد الغذاء العالمي حرمنا أطفالنا، فإحنا بنوجه رسالتنا للعالم أجمع إنه ينظروا لأطفالنا بعين الرحمة، وبكفي انتهاكات حقوق الطفولة. يعني اليوم اطفالنا جايين وصلوا رساله واحنا معاهم، اللي بكفي انتهاك لحقوق طفولتنا. احنا اليوم مش قادرين نوفر سندويش لاطفالنا، ابننا بده يطلع على يعني اقل ما في انه يطلع على البحر، بيقول يا ابو ودينا على البحر، مش قادر اوديه، كيف بدي اوفر له سندويش؟ بدي اوفر له مصروف شخصي، بدل انه حرمانه اليوم المؤونه الغذائيه من السوبر ماركت. احنا يعني بنوجه ندانا للعالم اجمع وللاوروبيين وللدوليين وللعالم كله خاصه، انه بكفي ضغط على الشعب وعلى الاهالي، بكفي. اليوم احنا يعني انتم قاعدين انتم بتسيسوا في الامور، احنا بكفينا. يعني اليوم غزه منهكه، اكثر من 65% انعدام غذائي، اكثر من 65% في قطاع غزه انعدام غذائي. واليوم الحروب انت صاروخين او ثلاث صواريخ اللي يضربون في اوكرانيا او في اي دوله، اليوم بتكفي غزه مصروف شهر كامل. احنا لما انتم بتقدروا تعملوا فينا هيك، تجوعونا وتضطهدونا بتقليصات الغذاء العالمي وتقليصات الوكاله وتقليصات الشؤون الاجتماعيه. احنا بطالب الجميع انه يقف مع عائلاتنا مع اطفالنا، يقف معانا. لماذا سياستها على قطاع غزه، سياستها على فلسطين، لماذا تحرم هذه الاسر وهؤلاء الاطفال من فرحتهم ومن عيشهم بسلام وبكرامه كباقي اطفال العالم؟ رسالتنا الى الامم المتحده أن ترجع سياستها وأن تلغي هؤلاء هذه المعونات التي سوف تمنحها، أن ترجعها وأن ترجعها إلى هؤلاء الأسر الذي عددهم 20 ألف أسرة، أن ترجع هذه وأن يعيش أطفالنا بعيشة بكرامة.